شكرا على اليوم مجيئكم عنا الحزب، كتعرفوا بانك تعيشوا معنا اجواء فرح ديال المناضلين، 5 سنين ديال المثابره، فهنيئا لهاد المناضلين اليوم ديال مدينه طنجه، هنيئا لكل الاخوان اللي ساهموا معنا في هذا النجاح هذا. فاعتقد ان اليوم رهاننا الحمد لله وصلنا يعني بواحد في مراتب الاولى بالله بالدعم ديال هاد المناضلين اللي متواجدين معنا والدعم ديال ساكنه طنجه، لنا كل لها الاحترام والتقدير بتصويتهم لمشروع ديال التجمع الوطني الاحرار. سنواصل الدفاع عن مصالح هذه المدينه وهذا الاقليم بكل ما اوتينا من قوه. فشكرا لهم كل المناضلين والمناضلات التجمعيين اليوم اللي اللي معنا اليوم يعني بهذه الفرحه هذه. اظن بان اليوم ان شاء الله هي بدايه انطلاقه ديال التجمع الوطني، فالرجوع ديال التجمع الوطني التجمع اصلح بيته، فهنيئا للبيت التجمعي بهذا الفوز وانطلاق، فهنيئا لهذه الشابات وشباب، وهنيئا للمرأة التجمعية اليوم بهذا النجاح وبهذا الفوز. يرجعهن الفضل للنساء وللشباب وللأطر وللملتحقين لهذا الحزب منذ هذه 4 سنوات هذا، فكل مجهودات ديالهم جبارة. فشكرا لساكنة طنجة. رسالة اليوم عن وجهها ساكنة مدينة طنجة، فشكرا لكم على الثقة اللي وضعتوها فينا. غدا ان شاء الله سنتائج يعني اليوم اللي تحققت والنتائج كذلك للمجالس لا الجماعيه ولا الجهويه، فنحن ايدينا ممدوده لكل القوى السياسيه اللي كتحمل نفس المشروع السياسي واللي كتطمح باش تسير هذه المدينه معنا، وحنا على استعداد باش نشتغل ليها مع هذه المدينه ونشتغل بكل ما اوتينا من قوه لمصلحه مشروع مدينة، مشروع اللي جينا به كالتزام وكالتزامات اللي التزمنا مع ساكنة. فاحنا عندنا الإشارة باش نكونوا إن شاء الله عند الموعد. فشكرا مرة أخرى لكل ساكنة طنجة على الثقة اللي وضعوها فينا، ونحنا راح نتحنا واحد الثقة اللي نزلنا اليوم عندنا. لا يسعني إلا أن أهنئ أصدي عمر بهذا النجاح بهذا الفوز، ونهنئ نفسي ونهنئ جميع المناضلات المناضلين، ونهنئ الحزب في شخصه، وهذا كيعطينا نتيجة حتمية اللي هي العمل الجاد كيوصل، العمل البناء كيوصل، العمل المؤسساتي كيوصل. إنسان من نهار اللي التحق بهذا الحزب وحط خريطة الطريق، 5 سنوات من العمل الجاد، 5 سنوات من العمل البناء، 5 سنوات من رؤية واضحة، 5 سنوات من رسالة، 5 سنوات من قيم، 5 سنوات من رفع تحدي. إلا وأنتم كتشوفوا هذا التتويج بهذه النتيجة هذه، مع العلم أن عانينا 5 سنوات من ضربات، من عراقيل، من إكراهات، من ناس ما خلوناش نشتغلوا، من ناس حبطونا العزائم ديالنا، من ناس ما مرة أحبطونا. ولكن اليوم وهذه المشاعر اللي كتشوفوها دابا هي لأن نتيجة ديال ذاك العمل ديال 5 سنوات. كنشكروا لجميع المواطنات والمواطنين اللي صوتوا واختاروا واحسنوا الاختيار وصوتوا على التجمع الوطني الاحرار، لان التجمع الوطني الاحرار
له رسالة وكان له برنامج كان واضح. هالناس كنشكرهم أنكم أحسنتم الاختيار، وسنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم وعند حسن اختياركم. أولا إننا ننتشي بالفوز المحقق عن جدارة واستحقاق، واللي لمسنا من خلال هذه النتيجة اللي أعطتنا الصدارة على مستوى المقعد البرلماني هو أننا فعلا وقع واحد تحول عند المجتمع المغربي، وخصوصا عند مواطن مدينة طنجة اللي التقط الإشارة وأعطى واتجه نحو الأصلح. وكان هذا العمل ديالنا مهم جدا، خصوصا بالرغم من الضغوطات، بالرغم من الخروقات التي تمت على من خلال مكاتب التصويت، من رغم من الأموال التي صرفت على الانتخابات بصفة عامة. المهم هو أنه اليوم الأحرار والحزب الوطني التجمع الوطني الأحرار خلق الحدث، نفس الحدث اللي كان في 2015 عندما أعطى المواطن مدينة طنجة الصدارة العدالة والتنمية. اليوم الآن كيشوف بأن المواطن البديل هو التجمع الوطني الأحرار، وبالتالي في 2021 أعطاه الصدارة على مستوى البرلمان، وكذلك الصدارة على مستوى الجماعات المحلية، وهذا شرف ومسؤولية يعني كيوضع المواطن على أعناق مناضلي ومناضلات حزب تجمع الوطن الأحرار من أجل خدمة المواطن في مدينة طنجة وتحقيق البديل الحقيقي لهذه المدينة ولهذا المواطن مدينة طنجة. هو فعلا كانت هناك مغالطات كبيرة جدا، وكانت جميع الأحزاب والألوان السياسية مدينة طنجة تحتقر حزب التجمع الوطني الأحرار وتحتقر المناضلين والمناضلات والعمل اللي اشتغل عليه. فعلا اليوم حزب التجمع الوطني الأحرار اشتغل منذ 2017، أعطى الثمار ديال الآن، واللي اشتغل على مستوى مؤسساتي فعلا يسعى إلى بناء تنظيم سياسي حقيقي منظم. والآن اليوم نتوج على رأس يعني البرلمان، وكذلك على رأس الجماعات المحلية. الحمد لله على هاد النتيجه اليوم اللي كتكرس على واحد المجهود كبير اللي قمنا به، وللساكنه اللي تجاوبت معنا، ولهاد المناضلين اللي كافحوا في هاد المده كامله رغم الصعاب ورغم العداء ديال بعض الجهات اللي كانت تحاربنا من الاحزاب ومن هاد الشيء. هذا عرس عنا عرس كبير هاد النهار هذا، ونتمنوا بالله نكونوا حسن الظن ديالنا في هاد الناس كاملين اللي غيعملوا فينا الثقه، واللي هما ديما معنا، وان شاء الله نكون معاهم حتى حنا. الرساله اللي غنقول لكم هو ان ديك المحاولات كامله باءت لهم بالفشل، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحقيقه هي بانت، والمواطن تاق فواحد النخبه فواحد الناس اللي هما كيسيروا الحزب هذا مده طويله، واللي اداوا الغالي والنفيس من اجل هذا الحزب هذا. وكنتمنى لهاد الناس هادو ينوضوا يخدموا بلادهم، ماشي يحاربوا النزهاء والشرفاء ديال المدينه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.